بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد منا يحييكم من صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ونقل لمباراة كرة السلة نهائي منطقة القاهرة ما بين الأهلي والجزيرة في ديربي جديد من ديربيات كرة السلة بين الأهلي والجزيرة. طبعا كل الشكر والتقدير للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وأيضا كل الشكر والتقدير لضيوفه الكرام كابتن السلعاوي والكابتن طاهر رجب. نستعرض مع حضراتكم كده تشكيل الفريقين. نادي الجزيرة النهاردة في تشكيله جنى وائل رقم 1، حبيبة حاتم رقم 2، خديجة الأمريكية المحترفة رقم 3، فرح هشام 7، فاطمة هاني 8، ملك حاتم 10، رضوى سالم 11، رنا علاء 12، خديجة عثمان 15، نسمة ماجد 21، عليا خالد الشهيرة بمارادونا رقم 24، هلا تامر 35. القيادة الفنية للكوتش عمرو عاصم ومعاوناه كابتن مصطفى سعيد كابتن نهال سعد، ده القيادة الفنية وتشكيل فريق نادي الجزيرة. أما النادي الأهلي على تشكيله اليوم: ميرال أشرف رقم 4، نادين السلعوة 7، دينا عمرو 10، رضوى محمد 12، فريدة وائل 14، رنيم جداوي 15، هنا حتحوت 22، جودي جوهري 26، تمارا نادر 33، حبيبة بيكو 40، يارا سامة 44، جايدة خالد 99. القادة الفنية للكوتش طارق خيري ومساعداه كوتش علياء محمود كوتش كريم إسماعيل. على بركة الله بداية أحداث نهائي بطولة المنطقة لكرة السلة موسم 23-24، وهو حامل اللقب هو النادي الأهلي منذ الموسم الماضي. تعال نسمع تعليمات كوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم في بداية أحداث فترة أولى وكوارتر أول. وصلت هنا وأنا ماسكها شيست، جاي سكرين اسمها كلمة سايد، هقعدل وقفتي. سايد الحتة النورمال بتاعها، ما عندناش مشكلة. تمام؟ ده أي سكرين، داون سكرين طالع، أنا طالع كده خلاص، عمل كنترول على الحلقة، الفيديو هيقابل تحت قوي، دروب سويتش 2 على 2، دايما أكنها 2 على 2، مفيش شيلد زيادة من الجهودات. لمينا الكورة، عايزين نصيح شوية يعني إيه صيح؟ خدت سكرين من جول عمل سويتش. لازم يبقى عندي جزء ريدي، هستنى لحد ما تقطع واخده جود بوزيشن، ميس ماتش طويل وقصير. التعليمات الاخيره للكوتش طارق خيري. حكام اللقاء اليوم: كابتن منى علي حكم اول، كابتن احمد فهمي الشهير بعيني حكم ثاني، كابتن رنا خالد حكم ثالث، ومراقب المباراه كابتن محمد شديد. في بدايه او قبل بدايه المباراه طبعا خالص الدعاء بالشفاء للكابتن السيد الوزير نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن العمري فاروق العمري، نتمنى له كل الشفاء العاجل إن شاء الله. وطبعا العزاء الواجب لوالد الأستاذ إيهاب الخطيب، يعني ربنا يرحمه ورب ويغفر له ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله. وأيضا بعزي عزاء واجب للدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر، كل العزاء الواجب في الفقيد وللأهل الصبر والسلوان. وأيضا في الأخير نتمنى الشفاء العاجل لوالدة كابتن عمرو عاصم المدير الفني لنادي الجزيرة، شفاه الله وعافى. خلاص على وشك بداية أحداث كوارتر أول نهائي منطقة كرة السلة ديربي الجزيرة، الأهلي والجزيرة. قراءة الفاتحة: الأهلي في مشوار البطولة تقابل مع الشمس وفاز 83-45، تقابل مع هليوبلس فاز 91-38، وتقابل مع التأمين وفاز 72-35. أما الجزيرة فتقابل مع هليوبلس وفاز 78-65، وتقابل مع التأمين وفاز 66-45. على بركة الله ستارت اللاين اب للنادي الأهلي هنشوفه دلوقتي. كوتش طارق خيري والتعليمات الأخيرة. نادين سلعاوة وميرال أشرف، شايف كده نادين وميرال أشرف ويارا أسامة، أيضا رضوى محمد، والخامس نشوف مين، رنيم أجدو. ده الخماسي اللي هيبدأ بيه كوتش طارق خيري. قراءة الفاتحة عند نادي الجزيرة. زى
زي ما قلت لحضراتكم الستارت لاين اب للنادي الاهلي، ميرال اشرف رقم 4، نادين السلعوه رقم 7، يارا سامه رقم 44، رنيم جداوي رقم 15، ورضوى محمد رقم 12. اما الستارت لاين اب لنادي الجزيره فهو المحترفه الامريكيه خديجه ونسمة ماجد رقم 21، صورة تذكارية للجهاز الفني واللاعبات للنادي الاهلي. سورايا كانت قبل المباراة كده اثناء ما الاستوديو التحليلي كان بيحل المباراة كانت بتجري اختبار نشوف مدى كفاءة انها تنزل المباراة ولا لا، بس واضح كده انها مش هتلعب المباراة. تمنياتنا بالشفاء العاجل لسورايا وايضا لندى نافع اللي اصيبت بالرباط الصليبي ونوع الشيط ايضا بالعودة للملاعب مرة اخرى. نرجع لحضراتكم مرة تانية، نسمة ماجد 21 من نادي الجزيرة، رنا علاء رقم 12، رضوى سالم رقم 11، المحترفة الأمريكية خديجة رقم 3، وهنشوف مين في الأخير. أعتقد حبيبة حاتم رقم 2. صورة تذكارية لفريق نادي الجزيرة. قبل هذه المباراة استطاع نادي هليوبلس الفوز على نادي الشمس بنتيجة 61-55، واستطاع هليوبلس الحصول على المركز التالي. مبروك لفريق نادي هليوبلس بقيادة الكوتش عماد محمود، ألف مبروك. وخلاص الصور التذكارية الأخيرة ولحظات على بداية المباراة إن شاء الله. فقط على قناة النادي الأهلي، قناتكم المفضلة، مباراة الأهلي والجزيرة، ديربي الجزيرة نهائي منطقة القاهرة موسم 23-24. ثلاث مواسم السابقة كان هو الأهلي هو حامل اللقب لهذه البطولة. حبيبة حاتم، خديجة، رضوى سالم، رنا علاء ونسمة ماجد، ده الستارت لاين اب اللي بدأ بيه كوتش عمرو عاصم. واما النادي الاهلي ميرال اشرف، نادين سلعاوه، رضوى محمد، رنيم جداوي، يا رأسامة، ده الخماسي اللي بدا بيه كوتش طارق خيري. على بركه الله جامبو الاول واخير ما بين يا رأسامة من الاهلي، رضوى سالم من الجزيره. كابتن منى علي والجامبو الاول والاخير. جامبو وحيازه لنادي الجزيرة عن طريق خديجة المحترفة الأمريكية اللي بتسلم بدورها على طول لرنا علاء. رنا علاء واحدة من لاعبات النادي الأهلي ونشآت النادي الأهلي ولعبت درجة أولى في النادي الأهلي وانتقلت إلى الجزيرة. رنا علاء في بداية الهجمة تسلم لنسمة ماجد، نسمة بالهاند أوف على طول مع حبيبة حاتم، حبيبة في الدرايف طلع الكيك أوت لرضوى، رضوى كيك أوت مرة ثانية لنسمة، نسمة في الدرايف واحد على واحد تروح لكن بلوك ولا أروع من نادين، تقع كده من إيد نادين لكن بتحاول معاها هنا ميرال، لكن في الأخير اعتقد ان في فاول. هنشوف دلوقتي 24 ثانيه، مخالفه ال 24 ثانيه او انتهاء زمن الهجمه على نادي الجزيره. بدايه الهجمه عن طريق رضوى محمد لاعيبه النادي الاهلي في بدايه الهجمه، يقف في الملعب. ماشي ارجع ثاني اكتر، هل في حاجه في الساعه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. نادين سلم على طول رضوى، رضوى في بداية الهجمة المان تو مان نادي هليوبلس في طريقة دفاعاته. رضوى تاخد الاستجر سكرين، سلم على طول في البيز لاين تحت الباسكت، يرى سما في الوان ان وان، قطعها رنيم جداوي، رنيم تسيطر على الكرة في الباك ليه برنيم، لكن هنا مخالفة المشي بالكرة ووك وترافلين على رنيم جداوي. تيرن اوفر على النادي الأهلي والحيازة النادي الجزيرة. رنا علاء في بداية الهجمة، الأهلي مان تو مان، رنا لرضوى سالم، حبيبة حاتم أيضا واحدة من لاعبات النادي الأهلي ونشئاته. رضوى في الدرايف واحد على واحد بيستغل الميس ماتش، بتلف وتطلع كيك أوت لنسمة، نسمة على الأوبن شوت في 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. حبيبة حاتم سكند شانس تروح وتنجح في تسجيل أولى نقاط أحداث كوارتر أول لصالح نادي الجزيرة. نقطتين لنادي الجزيرة لا شيء للنادي الأهلي. بدأت الهجمة لبنات النادي الأهلي، الهاند أوف على طول مع نادين سلعاوة، تاخد السكرين وسكرين تاني من يارا سامة، ويسمى بالاستجر سكرين ميرال اشرف، ميرال المان تو مان نادي الجزيره، ميرال درايف رائع تروح على الباسكت لكن لا تسجل. خديجه في الديفنسيف ريباوند على طول، تروح خديجه تهوش عايزه في الوان ان وان في الاول ذا واي، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على
رضوى محمد. رضوى محمد ترتكب اولى الاخطاء الشخصية على النادي الاهلي. خديجة سلم الكرة على طول رضوى سالم. رضوى ران علاء سكرين في التو مانز بيك اند رول رائع مع رضوى سالم. اطعلها نسمة. نسمة بشمالها في الباك لاب ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول حاضرة في الديفنسيف ريباوند رايحة في الاول ذا واي. رنيم بالباك بيفوت في 1 ان 1 تروح توصل ما تنجحش في التسجيل. خديجة ريباوند للمرة الثانية تروح خديجة سالم ران علاء. ران علاء في الاوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل اولى ثلاثيات هذا اللقاء لنادي الجزيرة عشان توسع الفارق الى 5 نقاط مقابل لا شيء. 5 نقاط للجزيرة لا شيء للاهلي. هندوف مع ميرال. ميرال في الدرايف 1 ان 1 تطلع يا رسامة يا رسامة واحد على واحد الارتكاز بالهوك تروح بشمالها ما ينجحش في التسجيل. سكند شانس حاضر عند نادين. نادين وتراي على الباسكت بالميديم تنجح في تسجيل اولى النقاط احداث كوارتر اول لصالح النادي الاهلي. يدي الفرق الى 3 نقاط 5-2 لصالح نادي الجزيرة. رن علاء بالسكرين تسلم نسمة تحت الباسكت على طول رضوى سالم. رضوى في الدرايف واحد على واحد ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول نادين سرعوة. نادين في الاول زاوية نادين سلم لميرال. مين اللي قطعلها؟ قطعلها رنيم تحت الباسكت الهاي لو تروح على طول يرى سما ولا اروع تنجح في تسجيل نقطتين كمان يرى سما بعد نموذج للفاست بريك او السكندري بريك او البريك نفسه او تكملة الفاست بريك تنجح الاهلي في تسجيل نقطتين عن طريق يرى سما. دفاع قوي من نادين سلعوة الستيل حاضر على طول في الاول زاوية نادين استغلال السرعات راحت وصلت نجحت في تسجيل نقطتين نادين السلعوة اول التقدم للنادي الاهلي 6-5 لصالحه امام نادي الجزيرة. درب الجزيرة فقط على قناة النادي الاهلي السيدة للسيدة موسم 23-24. ادي خديجة في الاوبن شوت. خديجة 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط توسع الفارق الى 8-6 باسكت لصالح نادي الجزيرة. رضوى محمد سلم على طول رنيم. رنيم جداوي تهوش كده وتسلم رضوى مرة تانية في التو مانزا او العاب الثنائية. طلع الكيك اوت لميرال. ميرال تلحق وتسلم لنادين اخر الثواني وزمن الهجمة. نادين باك بيفوت بالميديم شوت شاطت ما بتنجحش في التسجيل. خديجة في الديفنسيف ريباوند تلم خديجة دور على رنا علاء تاخد هي الملعب على طول في البوينت جارد تسلم نسمة. نسمة لرنا. رنا الحبيبة من الميديم عايزه تشوت. رضوى لسه رضوى في ال1 ان 1 رضوى بالهوكش رضوى ما بتنجحش في التسجيل. حبيبه في السكند شانس ما بتجيبش. نسمه في السكند شانس لخديجه في الاوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل. نادين سلعوه على طول في الديفنسيف ريباوند وتسلم لميرال. ميرال 1 ان 1 ميرال راحت ميرال لكن تنجح ميرال في الحصول على رميتين حرتين وخطا شخصي لصالحها وتو شوتس ورميتين حرتين لميرال اشرف. فاول على رنا علاء رقم 12 لعيبه نادي الجزيره. رميتين حرتين تو شوتس لصالح ميرال اشرف. فري ثرو اول ورميه حره اولى لميرال تنجح في التسجيل ده الفرق الى نقطه 8-7 لصالح نادي الجزيره. ميرال اشرف فري ثرو ثاني تنجح ايضا في التسجيل تاتي معها بالتعادل ونقطه صفر مره ثانيه. رنا علاء في بدايه الهجمه للجزيره ضغط عليها ميرال اشرف. رنا لسه رنا معاه الكوره مان تو مان نادي الاهلي سلم على طول لخديجه لنسمه ال 45 تحت الباسكت. حبيبه حبيبه حاتم تحاول دخل الكوره كده لكن نادين سلعوه على طول في الستيل حاضره. نادين لسه نادين سلم تحت الباسكت يا رسامة الكيك اوت عند رنيم. رنيم تهوش وتوصل بالفلوتر شوت ما بتنجحش في التسجيل تحاول معاها مره ثانيه. رنيم بارتكازات لكن في الاخير تحصل على فاول وخطا شخصي. رنيم الجداوي برميتين حرتين والخطا الشخصي على نسمه ماجد رقم 21. شوفها مره ثانيه تراي الاولى هوشت حلوه قوي راحت. نسمه ماجد كانت ايديها متواجده مع رنيم جداوي اللي بتنجح انها تاخد خطا شخصي وفاول بتو شوتس ورميتين حرتين للرنيم الجداوي. انتصاف احداث كوارتر اول تعادل فرقتين 8-8. رنيم والفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى.
فري ثرو اول لرنيم لا تسجل. رمي حرة تانية اهو فري ثرو تاني رنيم جداوي تنجح في التسجيل. تقدم الاهلي بفارق النقطة 9-8 لصالحه 4 دقائق 55 ثانية على نهاية احداث الكوارتر الاول. رنا علاء في بداية الهجمة. رنا مان تو مان نادي الاهلي. رنا مستنيين سكرين من نسمة عدت على طول رنا لكن معاها رضوى محمد تحت الباسكت نسمة في الوان وان لكن يرى اسامة ترتكب فاول وخطأ شخصي لصالح نسمة ماجد لاعبة نادي الجزيرة. اوتسايد للجزيرة خديجة هتطلع الاوت سلمت لحبيبة حاتم. حبيبة في الدرايف 1 اون 1 بالفلوتر شوت راحت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم على طول في الاوت ليت تطلع للرضوى محمد في بداية الفاست بريك والهجمة تبدأ الهجمة سيت بلاي عن طريق رضوى محمد. رضوى لرنيم جداوي بتقول له يارا انزلي تحت خدي بوزيشن. رنيم 1 اون 1 رنيم راحت وصلت ما بتنجحش في التسجيل. نسمع على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لرضوى. رضوى في الاول زاوية رضوى لا هتسلم لخديجة ولا هتكمل لوحدها راحت وكملت ونجحت في الحصول على فاول وخطا شخصي على يارا سامة. تاني الاخطاء الشخصية على يارا سامة. اللحظة دي كانت بتفكر تواصل خديجة لكن قررت انها تواصل على طول لوحدها وخدت الفاول من يارا سامة. فري ثرو اول ورمية حرة اولى ناجحة لصالح رضوى سالم تأتي معها بالتعادل 9-9 وفري ثرو تاني غير ناجح لما على طول رضوى محمد في بداية الهجمة. رضوى رضوى سكرين من يارا سامة. رضوى الكيك اوت عند ميرال. ميرال في الون ان ون ميرال لكن تتقطع كده وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 9 ثواني متبقعة على زمن الهجمة 3 دقائق 56 ثانية متبقية على نهاية احداث الكوارتر الاول. رنيم جداوي لميرال اشرف بالسكرين. ميرال لسه الكره معاها 4 ثواني الكيك اوت لكن تيرن اوفر وبات باص كده تقطع على طول خديجه اللي بتجري بتجري على طول حبيبه حاتم. حبيبه في الاول زاوية لكن ما بتنجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول او متابعه دفاعيه حاضره عن طريق نادين سرعو. ميرال اشرف في الفيك طلعت الكيك اوت الناحيه الثانيه عند رضوى محمد اوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم تلم على طول عفوا ميرال اشرف اخر ثمان 5 ثواني في زمن الهجمه وادي باص باص كده على طول حبيب حاتم في الستيل حضره اخر دقيقه و13 15 ثانيه في زمن وعمر احداث الكوارتر الاول. حبيب محمد بسكرين مع نسمه عدل بيك اند رول مع نسمه حبيب مره ثانيه رضوى سالم. رضوى في الدرايف 1-1 سالم نسمه باصات سريعه من الجزيره عند حبيبه في الاوبن شوت لا تسجل على طول تلم رنيم جداوي سالم رضوى. رضوى للرنيم الهاي لو ليارا. يارا راحت وصلت ما بتسجلش. خديجه في الديفنسيف ريباوند تقلب الملعب على طول بالسكيب باس لحبيبه. حبيبه رضوى سالم. رضوى تحت الباسكت بالباك لاب تنجح في تسجيل نقطتين وسع الفارق الى باسكت لصالح نادي الجزيره 11-9 لصالح الجزيره. رضوى محمد في بدايه الهجمه. رضوى سكرين رضوى طريق فاضي وصلت سلمت ليارا رجليها كده على طول بتعمل ستيل ران علاء وتروح بالفاست بريك مع حبيبه حاتم. حبيبه وصلت راحت لكن بلوك ولا اروع واتحسبت فاول. تم احتسابها فاول وخطا شخصي على رنيم الجداوي. ده نقطتين التقدم للجزيره. خرجت يارا سامة نزلت تمارا نادر. تو شوتس ورميتين حرتين لحبيبة حاتم. فري ثرو أول لحبيبة تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني ورمية حرة تانية لحبيبة تنجح أيضا في التسجيل. وسع الفارق إلى 13-9 لصالح نادي الجزيرة. رضوى لميرال أشرف آخر دقيقتين متبقية في أحداث عمر الكوارتر الأول تحت الباسكت. نادين سرعوه. نادين
تروح بالهوك الشمال هتنجح في تسجيل نقطتين، تدعي الفرق الى فرق نقطة نقطتين. مارادونا نزلت مكان رنا علاء، علي خالد الشهيرة مارادونا عدت بالسكرين وسكرين تاني مع نسبة، تسلم لخديجة، خديجة في الاوبن شوت على 3 بوينت لا تسجل، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند النادي الاهلي، تمارا نادر في الاول زاوية باصت لنادين اوبن شوت، نادين ولا اروع لكن هنا بنقطتين لان رجليها كانت على اللاين 3 بوينت، نقطتين لنادين تأتي معها بالتعادل 13-13. عالية لحبيبة حاتم زون ديفنس النادي الاهلي 2-3، غير دفاعاته كوتش طارق خيري، مارادونا او عليا خالد تباصي كده النسمه، نسمه تحت الباسكت 1-1 تلف وترتكز وتطلع كيك اوت لحبيبه، حبيبه في الاوبن شوت 3 بوينت لا تسجل، في الاخير تصل الى الاوت والاوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوت سايد للنادي الاهلي. رضوى محمد لسه نادي الجزيره مان تو مان، رضوى بالهاند اوف مع نادين، نادين بالسكرين مع يارا اسامه، خرجت دلوقتي رنيم جداوي تحت الباسكت، يارا لتمارا، تمارا هوش حلو قوي وصلت ونجحت انها تاخد فاول وخطا شخصي على نسمه ماجد رقم 21 اللي بترتكب تاني الاخطاء الشخصيه عليها، والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. خرجت كده يارا رنيم جداوي، نزلت مكانها يارا اسامه، اوتسايد اهلاوي. كابتن محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره حريص على المتابعه حضوره في المباراه، في تغيير، نسمه ماجد خرجت نزلت مكانها خديجه عثمان، اوتسايد اهلاوي مان تو مان، سلمت على طول نادين سلعوه مع حبيبه حاتم، نادين خد السكرين في البيك اند رول روعه مع تماره نادر، لكن لسه تماره محتفظه بالكره بشمالها، تماره لا تسجل على طول، يا رسامه سكند شانس وتراي على الباسكت وتنجح في الحصول على فاول وخطا شخصي على خديجه عثمان رقم 15. تشوفها مره ثانيه، ادي الاوفنسيف ريباوند وادي هنا الباص، اعتقد الخطا على مارادونا او عليا خالد رقم 10 رقم 24. فري ثرو اول ليارا لا تسجل، ليارا اسامه على الفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه لا تسجل ايضا، خديجه عثمان ديفنسيف ريباوند تسلم لمارادونا او عليا، عليا لسه نادي الاهلي زون ديفنس 2-3، عليا في البيس لاين على الاوبن شوت لخديجه، خديجه تنجح في تنفيذ ثلاثيه تجعل التقدم بفارق 3 نقاط لصالح نادي الجزيره، 3 بوينت من خديجه المحترفه الامريكيه للجزيره تجعل النتيجه 16-13. ادي تراي كده على الباسكت من رضوى، تسلم على طول لتماره، تماره في الاوبن شوت عايزه الرد سريع عشان خلاص تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الاول بنتيجه 16-13 لصالح نادي الجزيره. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث كوارتر اول وثاني، نعود اليكم سريعا بعد هذه الاستراحة. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر تاني، تقدم نادي الجزيره على النادي الاهلي في ديربي الجزيره، جزيره متقدم بثلاث نقاط 16-13. شارك
في احداث الكورتر الاول من لاعبات الاهلي ميرال اشرف، نادين سرعاوة، رضوى محمد، رنيم جداوي، تمارا نادر، يارا اسامه، وايضا شاركنا في نادي الجزيره حبيبه حاتم وخديجه الامريكيه التي تقدمت بالثري بوينت الاخيره لصالح نادي الجزيره، رضوى سالم، رنا علاء، خديجه عثمان، نسمه ماجد، مارادونا او عليا خالد، دول اللي شاركنا في احداث الكورتر الاول. تعليمات اخيره للكوتش طارق خيري للعوده مره اخرى والتقدم، نسمع التعليمات مع بعض ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. خلاص خلصنا التعليمات، رجعنا لحضراتكم وبدايه احداث كورتر ثاني. تمارا نادر، يارا اسامه، ميرال اشرف، نادين سرعاوه، ورضوى محمد. اما خماسي او الستارت لاين اب اللي بدا بيه كوتش عمرو عاصم، حبيبه حاتم، خديجه عثمان، رضوى سالم، خديجه، ومارادونا او عليا خالد، الحيازه للسيدات النادي الاهلي. دفاع قوي من نادي الجزيره في المان تو مان، الهاند اوف مع ميرال اشرف، ميرال لاستغلال السرعات، ميرال باصه حلوه ليارا اسامه في الكيك اوت لرضوى محمد، سلم على طول يارا تحت الباسكت، يارا في الوان ان وان لسه يارا محافظه على كورتها، ميرال في الاوبن شوت 3 بوينت، ميرال لا تسجل، زق كده على طول تمارا، لكن هنا في فاول وخطا شخصي اعتقد على تمارا نادر، فاول وخطا شخصي على تمارا نادر لاعيبه النادي الاهلي، اولى الاخطاء الشخصيه. مارادونا او عليا خالد في بدايه الهجمه، الاهلي ما زال زون ديفنس، مارادونا على الهاي بوست كده، الباصات سريعه لخديجه، خديجه عثمان تحت الباسكت، الكيك اوت عند حبيبه حاتم، حبيبه من البيز لاين طلعت لخديجه المحترفه رضوى سالم، رضوى في الثواني الاخيره من عمر وزمن الهجمه، الميديم شوت لرضوى لا تسجل، مارادونا هي اللي تنجح في الاوفنسيف ريباوند وتسلم الكره لحبيبه، تبدا الهجمه مره ثانيه حبيبه، سبع ثواني متبقيه، ميديم شوت رضوى لا تسجل، ميرال على طول على الديفنسيف ريباوند، ميرال ميرال تبدا الهجمه، سلم لتمارا نادر، تمارا لرضوى، رضوى ليارا، هاند اوف مع نادين، نادين من اوبن شوت من بعيد، تنجح نادين سرعوه في اضافه اولى ثلاث نقاط في احداث الكوارتر الثاني عشان تجعل النتيجه 16-16، تعادل فرقتين. كوتش طارق خيري والتعليمات، خديجه تسلم على طول لعليا، الكيك اوت عند خديجه مره ثانيه، مين اللي هيروح في البيز لاين؟ هادي هنا رضوى سالم شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل، نادين سرعوه على طول حاضره في الديفنسيف ريباوند وتسلم ليه رضوى محمد، رضوى السكيب باس عند نادين، نادين في البيز لاين لميرال، ميرال على الاوبن شوت، ميرال ولا اروع 3 بوينت ولا اجمل، ميرال اشرف تنجح في تسجيل ثلاث نقاط رائعه، ثلاث نقاط لنادين وثلاث نقاط لميرال، بس بعد لعبه رائعه دي الاولى من بعيد، من بعيد لنادين تنجح في جعل النتيجه التعادل، ثم ميرال تختمها بتقدم ب 3 بوينت على طول. كوتش عاصم عمرو عاصم يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي 19 الاهلي 16 الجزيره. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. نقول اكسلنت، مفيش باص، كانت هنا ممكن السرعاوي تنزلها ميرال ماسكها مارادونا، ربنا كرم جت، مفيش حتى يعني مفيش اكيد مفيش ميس ماتش، اجين سكرين يا رب جود سكرين واقطع بهدوء، مفيش باص كات اجين، تمام ادي واحد اثنين ثلاثة، احنا عارفين ان هما بيعملوا اوفر لود صح؟ الشخص اللي هنا بقى تمارا او ميرال لما يجي عندي حد طالع على البوست اطلعي معاه عشان يارا تفضل مع اللي تحت، قلب اتمشى كل واحد جنب واحد، يبقى اللي ما عندوش حد هنا بيطلع على البوست ياخد هنا رضوى او او او، تمام؟ لو الراجل اللي هنا بقى في السايد ده عمل كات انا بنزل معاه، اثنين اتشافت الكورة بعد جود ديفنس، مارادونا تلم الكورة انت واقفة هنا ما معجيش حد ما تخش بوكس اوت، انت التايم اوت اللي طالبه كوتش عمرو عاصم. 19 الاهلي 16 الجزيره، ثلاثيتين نادين سرعاوي وميرال اشرف، 45 وبيز لاين، والكره في حيازه نادي الجزيره.
بدايه الهجمه عند علياء خالد مارادونا، تسلم لخديجه، لسه النادي الاهلي زون ديفنس علياء، لكن هنا في ايه؟ في اوفنسيف فاول على خديجه عثمان لاعبه نادي الجزيره رقم 15 تجاه مين؟ تجاه يارا اسامه لاعبه النادي الاهلي، اوتسايد اهلاوي او لملكات النادي الاهلي. 8 دقائق 12 ثانيه متبقيه على انتهاء احداث كوارتر ثاني، ضغط من نادي الجزيره، ميرال اشرف تروح تكسب ارض تعدي 1 ان 1 سلم في الكيك اوت لفريده وائل اللي لسه نازله، مكان نشوف مكان مين؟ مكان تمارا، فريده اوبن شوت، فريده ولا اروع فريده ولا اجمل فريده، ثالث الثلاثيات فريده وائل، اول لمسه ليها تنجح في تسجيل 3 بوينت ولا اروع، تعدي النتيجه الى 22 16، 6 نقاط هو الفارق. مارادونا في البيز لاين عند حبيبه حاتم، حبيبه المارادونا مره ثانيه او عاليه خالد لخديجه على الهاي بوست لرضوى في البيز لاين، البنتريشن بالباك لاب البلوك ولا اروع من يارا، تراي مره ثانيه لكن المره دي تنجح خديجه عثمان في تسجيل نقطتين، وده الفارق الى 4 نقاط لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد لفريده وائل، فريده تسلم على طول لميرال، ميرال في الدرايف تقلب الملعب في السكيب باس على طول عند نادين سلعوه، نادين في تراي 1 ان 1 لكن هنا في الاخير فاول وخطا شخصي اعتقد على رقم 24 عليا خالد الشهيره بمارادونا. فاول وخطا شخصي على عليا خالد. الاوتسايد اهلاوي. رجعت ران علاء مرة تانية بدل من خديجة عثمان رقم 15 22 18 لصالح ملكات النادي الاهلي. الاوتسايد فريدة وائل هتطلع الاوت، ضغط من علي على رضوى محمد، تستلم يارا بالهاند اوف على طول مع رضوى محمد، رضوى في ال 1 ان 1 رضوى لسه سلمت تحت الباسكت ميرال اشرف في ال 1 ان 1 ميرال راحت وصلت نجحت سجلت نقطتين قبل الثواني الاخيرة بانتهائها من زمن الهجمه، نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي عن طريق ميرال اشرف. عليا خالد لران علاء، خديجه اوبن شوت على الميديم تنجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق مره ثانيه الى 4 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. رضوى محمد في بدايه الهجمه المان تو مان نادي الجزيره، رضوى بالسكرين مع يارا اسامه، لسه رضوى معاه الكوره، ضغط عليها عليا خالد، سلم رضوى ليه يارا اسامه لكن الست حاضر عند رضوى سالم، رضوى تسلم على طول في بدايه الهجمه للرن علاء، الست بلاي عند رن علاء في الجزيره لمارادونا، حبيبه حاتم بصات سريعه على الهاي بوست، طلع كيك اوت لحبيبه، حبيبه في الاوبن شوت 3 بوينت لا تسجل، تحاول تزق الكره كده نادين سلعوه توصل في الاخير الى رضوى، رضوى قطعلها ميرال، ميرال راحت بال 1 ان 1 ما نجحتش، تلم الكره يارا اسامه، يارا اسامه ترعى الباسكت بالهوك لا تنجح في التسجيل، تخبط في الاخير في ايد خديجه المحترفه الامريكيه وتطلع اوتسايد. الهجمه الاخيره لخديجه المحترفه الامريكيه لنادي الجزيره. اوتسايد اهلاوي. رضوى محمد تطلع الاوت. سلم على طول لفريده وائل. فريده زون ديفنس نادي الجزيره 2 3. فريده علقت البيك اند رول كده مع مع يارا سامه لكن يارا تبعد عنها كده وتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. خرجت رضوى محمد من الاهلي، هنشوف مين اللي نزل مكانها. ما زال الاهلي زون ديفنس، حبيبه بيكو هي اللي نزلت مكانها رقم 40، حبيبه حاتم سلم على طول لمارادونا، تقلب الملعب لحبيبه حاتم مره ثانيه، حبيبه في البيز لاين عند رضوى سالم من الميديم شوت شوت ما بتنجحش في التسجيل على طول، هنا في ايه؟ ان سبورتس مان لايك فاول. اعتقد ان سبورتس مان لايك فاول على مارادونا رقم 24 او ان سبورتس مان لايك فاول على مارادونا، نشوفه مره ثانيه يعني من بدري شويه يعني من قبلها بشويه. فري ثرو اول لنادين سلعوه لا تسجل، 24 20 لصالح ملكات النادي الاهلي، وفري ثرو ثاني لنادين سلعوه رميه حره ثانيه لا تسجل ايضا. دينا عمرو بدل من نادين سلعوه لتغيير كبير، كوتش طارق خيري. اوتسايد اهلاوي 14 ثانيه زمن الهجمه، ميرال اشرف لفريده وائل، فريده لسه فريده
الوان ان وان تاخد سكرين كده من يارا فريدة في الدرايف واحد على واحد تسلم ليارا حلوة قوي بشمالها يارا لا تسجل تحاول معها مرة تانية تسلم لفريدة فريدة وتهوش وتروح وتوصل لكن لا تسجل يارا سامع المرة دي بقى ما نجحتش أيضا في التسجيل لما على طول رضوى سالم لكن هنا في فاول وخطأ شخصي تحتسبه الكابتن رنا خالد على فريدة وائل فريدة وائل وخطأ شخصي ديفنسيف ريباوند اللي عملته رضوى سالم وادي الفاول اللي ارتكبته فريدة وائل خرجت يارا اسامه نزلت رنيم جداوي كوتش طارق خيري يغير على طول كده ثالث الاخطاء الشخصيه على يارا اسامه بدايه الهجمه عند مارادونا او عليا خالد لحبيبه في البيس لاين لخديجه تطلع مره ثانيه ومشي الكوره سريعا كده على الزون خديجه لرنا علاء في البيس لاين عند حبيبه على الاوبن شوت في 3 بوينت لكن لا تسجل دينا عمرو على طول تلم لكن في فاول وخطا شخصي على عليا خالد فاول وخطا شخصي على مارادونا اللي قدام حضراتكم كوتش عمرو عاصم حبيبة بيكم من الاهلي تعدي من تمان لازال نادي الجزيرة حبيبة بيكم طلع الكرة لدينا دينا هتحامل الباص كده لكن ترن اوفر والستيل حاضر من رنا علاء على طول تروح رضوى سالم رنا علاء مرة تانية رنا في بداية الهجمة وقف النادي الاهلي الترانزيشن ديفنس السكيب باص حاضر عند مارادونا مارادونا في الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط ده الفرق الى نقطة وحيدة لصالح الاهلي والاهلاوية 24-23 لصالح ملكات النادي الاهلي حبيبة بيكو حبيبة درايف واحد على واحد الكيك اوت لدينا دينا الميرال قطعلها على طول حلوة قوي الباص حلوة قوي الكات حلوة قوي الباسكت اسيست جميل من ميرال اشرف للي قطعلها في اللينت صح رنيم جداوي تنجح في تسجيل نقطتين تعلي الفرق مره ثانيه الى ثلاث نقاط رجع النادي الاهلي في طرق دفاعاته الى المان تو مان او دفاع رجل لرجل على طول تستلم خديجه سلم مارادونا استنى السكرين قطعلها كده لكن في الاخير تصل لرضوى سالم رضوى في الاوبن شوت شاطت لا تسجل حبيبه حاتم سكند شانس تروح وتوصل لكن فريده وائل ترتكب معاها فاول وخطا شخصي لصالح حبيبه ادي مارادونا والثري بوينت خلت الفارق تقلص الى نقطه والتو شوتس لصالح حبيبه حاتم 3 دقائق 49 سنه متوقعه على نهايه احداث كوارتر ثاني رمية حرة أولى وفري ثرو أول حبيبة حاتم لا تسجل. رضوى سالم خرجت نزلت مكانها نسمة. فري ثرو تاني لا تسجل أيضا حبيبة حاتم تلم حبيبة بيكو في الديفنسيف ريباوند تبدأ حبيبة السيت بلاي. نسمة ماجد هي اللي نزلت المان تو مان نادي الجزيرة بيكو بيكو درايف واسع رايح طلعت الكيك أوت لفريدة فريدة في الأوبن شوت فريدة لكن ما تنجحش في التسجيل بيكو ديفنسيف ريباوند تاني. تسلم بيكو لمين رنيم جداوي رنيم في الوان ان وان بالهوك شمال لكن لا تنجح في التسجيل رنا على طول في الديفنسيف ريباوند سلم لمارادونا مارادونا وان ان وان مارادونا لسه مارادونا سلمت لنسمة تقلب الملعب على طول لرنيم عفوا حبيبي حاتم كروس اوفر رائع تنجح في التعدية او تنجح في المرور والبنتريشن وتسجل نقطتين وتضايق الفارق الى 26-25 لصالح النادي الاهلي ثلاث دقائق متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني حبيبه بيكو درايف راحت ما بتنجحش في التسجيل سكند شانس عند مين هنا في فاول ولا ايه اعتقد في فاول عمدا اوتسايد لصالح نادي الاهلي رنيم جداوي او ميرال اشرف تنجح في تسجيل نقطتين حجزت كويس جدا بس لا حبيبه بيكو نجحت في تسجيل نقطتين عليا خالد مارادونا عدت قبل الثمان ثواني لسه تراي 1 ان 1 روح وتوصل لكن تقطع منها كده وترن اوفر على طول السيل حاضر وترتكب عليا خالد فاول وخطا شخصي تجاه دينا عمرو تو شوتس ورا 200 حرتين لدينا عمرو قطعت منها على طول راحت على الفاول على حبيبه حبيبه حاتم
فاول على وخطا شخصي على حبيب احمد. رميتين حرتين لدينا عم دينا والفري ثرو الاول، الرميه الحره الاولى لا تسجل. دينا وفري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه، دقيقتين و41 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني. دينا لا تسجل ايضا. خديجه في الديفنسيف ريباوند، سلم على طول رنا علاء، رنا تهدى على ملعبها، رنا تبدا السيت بلاي، تسلم نسمه، نسمه لقت الطريق فاضي على اوبن شوت، شاطت لكن لا تسجل. فريده وائل على طول ديفنسيف ريباوند، الاول ثلاثه عند ميرال او الفيرست باس، تقلب على طول لبيكو، بيكو مستنيه الرنين تحت الباسكت 1 ان 1 لف روح، لكن تعمل عليها دبل تيم كده وتتقطع منها، تروح لمارادونا، مارادونا بالباك بيفوت رايحه في الاول زاويه توصل لكن لا تسجل. دينا عمرو على طول في الديفنسيف ريباوند وتسلم لفريده وائل، تهدى على ملعبها فريده. عدت فريده قبل 8 ثواني، من تمان لا زال نادي الجزيره اقل من دقيقتين. اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الثاني، فريده وائل راحت وصلت نجحت في تسجيل نقطتين فريده وائل ومعاهم الاند 1 وفاول وخطا شخصي لصالح فريده وائل. ادي الدرايف، ادي السكريم الاول، وادي الوصول، وادي الخطا على حبيبه حاتم. اند 1 لصالح فريده وائل. خرجت نسمة، نزلت مكان، وخرجت عليا خالد، نزلت مكان رضوى سالم، اعتقد هنشوف مين تاني نزل. وادي الاند 1 لفريده وائل نجحت في التسجيل. تايم اوت يطلبه كوتش عمرو. النتيجه دلوقتي 31 25 اعزائي المشاهدين، تقدم النادي الاهلي بفارق الست نقاط، متبقي اقل من دقيقتين على عمر احداث كوارتر تاني. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لازمك حاجه تعبانه، بس لازمك من اول ثلاثه خدناها انتوا قلت مع الحكم رانا على شغل، لازمك تمام. اثنين بلعب 1 ان 1، انا بقولها دايما لكل الناس، ميس ماتش قبل ما العب ال 1 ان 1 اعمل كده، ابص من فوق كده، مفيش هيلد العبي زي ما انت عارف، في هيلد في تو اوبشن، هي لو هي شايفه فيها اوبن شوت او يقطع عليها تحط ايزي لاين اللي في ميد سايد، دايما ده اللي بيقطع وده ياخد شوت تمام. اللي يلاقي منه رايح يا جماعه يعمل تراك يقطع منه بوكس اوت. انا ما بتكلمش حبيبي حتى عندك خمسه بقى معرفش مين عندك ثلاثه، احنا ما بنعرفش نلم الكوره واحده بس اللي بتلم الكوره او اثنين تمام. هيلد ايزي، انتوا مش عارف متعصبين ليه؟ احنا ابطال الدوري، انتوا متعصبين ليه؟ ايزي سجود سكرين، اتقل على كرسي، رانيم رايحه، روتيشن، مين اوبن؟ يلا كابتن جون. تعملها لك فنتريشن تيك اوت زي حصل زي ما حصل. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش عمرو عاصم. ومثل النادي الاهلي فريدة وائل، حبيبة بيكو، ميرال أشرف، رنيم جداوي، والدينا عمرو رقم 10، أما خماسي نادي الجزيرة جانا وائل رقم 1 هي اللي قدام حضراتكم على الشاشة. ضغط من النادي الأهلي في البريس فول كورت مان تو مان، استلم على طول رنا علاء، رنا طلع على طول لحبيبة حاتم، حبيبة تقلب الملعب لجانا وائل، جانا لرنا علاء مرة تانية، مان تو مان النادي الأهلي، حبيبة حاتم وخديجة ورضوى ورانا علاء وجنى وائل. رانا علاء بالسكرين، سلم على طول لرضوى سالم، اخر الثواني رضوى على اوبن شوت رضوى لكن لا تسجل. حبيبة حاتم تراي على الباسكت او سكند شانس لكن يرتكب معاه فاول من قبل حبيبة بيكو رقم 40، تو شوتس ورميتين حرتين لحبيبة حاتم. حبيبه حاتم والرميه الحره الاولى او الفري ثرو الاول لحبيبه تنجح في التسجيل، ده الفارق الى 31 26 خمس نقاط لصالح النادي الاهلي. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لا تسجل. هنا يعني اتعزموا على بعض، راحت على طول خديجه قالت لهم عنكم انا لما الريباوند وابدا هجمه مره ثانيه. رضوى سالم درايف واحد على واحد، تروح درايف توصل لكن في الاخير فاول خطا شخصي على رنيم جداوي. كابتن منى علي
طبقا لاشارتها، فهو خطا شخصي وفاول على الرميم الجداوي. تو شوتس ورميتين حرتين لرضوى سالم. رمية حرة أولى وفري ثرو أول لرضوى تنجح في التسجيل، ده الفارق إلى 31-27، أربع نقاط بعد ما كان نادي الأهلي ست نقاط. فري ثرو تاني ورمية حرة تانية غير ناجحة، في الأخير تخبط في إيد ميرال وبتطلع أوت سايد لصالح النادي الجزيرة. ميرال تخرج في تغيير جرير كوتش طارق خيري. حبيبي حاتم رنا علاء، رنا تاخد بسكرين بتقطع منها ستير رائع من رنيم جداوي. رنيم في 2-1 فاصل بريك، تروح لدينا، دينا لا تنجح في التسجيل، تخبط في ايد رنيم جداوي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الجزيره. لازم التركيز في انهاء الهجمات الفاصل بريك، شوفها مره ثانيه. اوت سايد للجزيره، استلم على طول جانا وائل، جانا الاهلي مان تو مان. سكرين رانا علاء، لسه رانا البيك اند رول مع رضوى سالم، قطعها خديجه، تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد خديجه، قرار صحيح وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 44 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني، 31 الاهلي 27 الجزيره. بدايه الهجمه عند حبيبه بيكو، قلب نادي الجزيرة الزون ديفنس او دفاع المنطقة. دينا عمرو لبيكو، استلم على طول رنيم جداوي تحت الباسكت، 1 1 رنيم، الكيك اوت بالاكسترا باص واكسترا باص ثانية لبيكو، بيكو تهوش وتروح وتسلم لفريدة وائل، فريدة تقلب الملعب لدينا عمرو، ثواني أخيرة تتقطع من دينا، لكن هنا مخالفة ل 24 ثانية 24 سكند ايفالويشن والترن اوفر على النادي الأهلي. اوتسايد لصالح نادي الجزيره. حبيبه حاتم اخر 15 ثانيه في زمن وعمر احداث كوارتر ثاني. حبيبه 1 ان 1 حبيبه لسه بتحاول تعدي توصل وتروح وما تسجلش، تروح على طول ديفنسيف ريباوند عند رنيم، رنيم في الفاص بريك تروح بالفلوتر شوت رنيم لا تسجل، تحاول معاها دينا عمرو لسه دينا، لكن في الاخير تنتهي تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 31-27. اعزائي المشاهدين، استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث، نذهب فيها سريعا الى استوديو التحليل في قناه النادي الاهلي ونطير سريعا الى الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع، اسعد بصحبتكم مره اخرى في نهائي دوري بطوله المنطقه موسم 23-24 منطقه القاهره، بقى في ديربي الجزيره ما بين الاهلي والجزيره. النتيجه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه 31 تقدم النادي الاهلي 31-27. انتهت احداث كوارتر اول بتقدم الجزيره 16-13، وانتهت احداث الكوارتر الثاني 31-27. تشكيل لاعبات نادي الجزيره، جانا وائل، حبيبه حاتم، خديجه، جانيل الامريكيه، فرح هشام، فاطمه هاني، ملك حاتم، رضوى سالم، رنا علاء، خديجه عثمان، نسمه ماجد، مارادونا او علي خالد، وهلا تامر. القاده الفنيه للكوتش عاصم عمرو عاصم. اما لاعبات النادي الاهلي ميرال اشرف، نادين السلعاوه، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، هنا حتحوت، جودي الجهري، تمارا نادر، حبيبه بيكو يا رأسامة، جايده خالد، والقاده الفنيه للكوتش طارق خيري. توب سكورر في احداث كوارتر اول من النادي الاهلي هي نادين السلعاوه وميرال اشرف، نادين 11 نقطه، ميرال اشرف 9 نقاط. تعليمات من الكابتن كريم اسماعيل الى حبيبه بيكو. اما التوب سكورر لنادي الجزيره حبيبه حاتم 7 نقاط، وخديجه المحترفه الامريكيه ب 8 نقاط. على بركه الله بدايه احداث كوارتر ثالث والحفاظ على لقب بطولة المنطقة للستارت لاين اب للنادي الاهلي، نادين سلعاوة، فريدة وائل، حبيبة بيكو، ميرال اشرف وتمارا نادر. ده خماسي اللي هيبدأ بيه كوتش طارق خيري احداث الفترة الثالثة او الكوارتر الثالث.
اذكر حضراتكم بيه. حكام اللقاء كابتن منى علي، كابتن احمد فهمي ايني، والكابتن رنا خالد. الحيازه التبادليه لصالح نادي الجزيره. جانا وائل، رنا علاء، خديجه، ورضوى سالم، حبيبه حاتم. ده الستارت لاين اب للنادي الجزيره. بدايه احداث الكوارتر، والستيل من فريده وائل في الدرايف في الاول زاويه، لا تنجح في التسجيل، تخبط في ايد مين كده يعني بتشجعها بتندب حظها، لكن في الاخير الاوتسايد. شوف مره ثانيه الستيل راحت كده بدرايف، لكن الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. تمرة نادر لسه، نادي الجزيره زون ديفنس. تمارا في بوزيشن فور، تطلع الكرة تخبط في ايد مين؟ في ايد رضوى سالم، والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. 5 ثواني متبقية على انتهاء زمن الهجمة. وادي هنا فريدة وائل تاخد الكرة او ملال اشرف، لكن ما بتنجحش التسجيل، تلم مرة تانية والمرة دي تنجح في الحصول. لا ما نجحتش، ده هنا تيرن اوفر ووكن وترافلينج، خطأ المشي بالكرة على ميرال اشرف. ضغط من النادي الاهلي لتعويض الفارق والتحكم والرياده الاولى. وادي الباك لاب واول اولى نقاط احداث كوارتر ثالث عن طريق رضوى سالم، ابتداء بيهم الفارق الى فرق باسكت 31-29. حبيبه بيكو 1-2 1-1. الزون ديفنس بيكو سلم على طول لفريده وائل، فريده البنتريشن من البيس لاين تسلم لتمارا نادر، تمارا بشمال هتنجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر ثالث، توسع الفارق مره ثانيه 33-29. ضغط من النادي الاهلي في البريس فول كورت، خديجه تعدي، خديجه قبل الثمان ثواني تعدي في الاول زاويه، طلع كيك اوت لحبيبه، حبيبه حاتم على الاير بول، لا اير بول واوتسايد، اير بول من 3 بوينت واوتسايد لصالح ملكات النادي. اوتسايد اهلاوي. انتظار لعب الاوتسايد. كابتن ايني كده بيقول للناس اللي تحت الباسكت، يعني هو صحيح، هو كلامه صحيح طبعا، ما ينفعش تواجد لان المسافه، مسافه الامان ما بين الملعب والحائط قليله، فاي عائق موجود فيها ممكن لا قدر الله يعمل اصابه لاحدى اللاعبات. طبعا نتمنى لاي السلامه لكل لاعباتنا. لسه هنشوف لماذا سبب التوقف. كابتن محمد شديد مراقب المباراه. وضغط من نادي الجزيره. مارادونا عادت الى ارض الملعب مره ثانيه، رقم 24. تمارا نادر، تمارا واستغلال الامثل في بوزيشن 4. نادين سلعوه في الاوبن شوت، نادين لكن لا تسجل، رضوى سالم تسيب الكره كده وتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. 33-29 بدايه احداث كوارتر ثالث، نهائي بطوله المنطقه فقط وحصريا على قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي. مارادونا عدت، مارادونا اتعمل معاه تراب كده لسه، لكن هنا في الاخير فاول وخطا شخصي على ميرال اشرف. فاول وخطا شخصي كابتن ايني يحتسبه على ميرال اشرف. اوتسايد للجزيره. 8 دقائق 25 سنه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثالث. اعتقد حد من الجماهير كده كابتن منى علي بتصر على خروجه، لا اعلم من هو لكن اكيد هنشوف. كابتن ماجد فوزي رايح له. كابتن منى تبلغ مراقب المباراه بهذا الموقف. على طول يستغل النادي الاهلي توقف المباراه قليلا واعطاء تعليمات من هنا ومن هنا، سواء كابتن طارق او كابتن عمرو عاصم.
تعليمات اخيره استمرار الضغط بالنادي الاهلي حتى يتحكم في ايقاع المباراه ووسع الفارق بينه وبين نادي الجزيره. الجزيره ما زال متشبث بالامل الحصول على التعادل. شوف الاعداد مره ثانيه، ادي الفاول والخطا الشخصي الاخير، ادي التراب هنا من ميرال اشرف. ميرال خطأ الشخصي هنا على ميرال اشرف. خلاص رجعنا لاستكمال احداث المباراه، 8 دقائق 25 ثانيه، تقدم النادي الاهلي بفرق الاربع نقاط 33-29، اخر اللقاءات فاينل دوري المنطقه موسم 23-24. ديربي الجزيره، الاهلي والجزيره. كابتن ايني وحوار مع الكوتش طارق خيري، 15 ثانيه متبقيه على زمن الهجمه. تعليمات اخيره من الكوتش كريم اسماعيل المدرب العام لفريق نادي الاهلي. الاهلي في المان تو مان، الكره الدفاعيه للكوتش طارق خيري. اوتسايد الجزيره، هتطلع خديجه، سلم لمارادونا، لخديجه بالهاند اوف. مان تو مان لازال نادي الاهلي. رضوى سالم هستعمل باك دور كده، رضوى سالم مع مارادونا. مارادونا رضوى في الوان ان وان راحت وصلت لا تسجل على طول. ميرال اشرف في الديفنسيف ريباوند. ميرال روح ميرال، نادين سلعوه، ونادين تسلم لتحت الباسكت لتمارا، لكن تقطع من تمارا كده، والستيل حاضر عند حبيبه حاتم. حبيبه تسلم لمارادونا، لحبيبه حاتم مره ثانيه. حبيبه درايف 1 ان 1 على طول تروح تصل، لكن في الاخير فاول وخطا شخصي على ميرال. شوفها مره ثانيه كده، كوتش طارق خيري واضح، طبعا واضح القرار على كوتش طارق خيري. رميتين حرتين وتو شوتس لحبيبه حاتم، فري ثرو اول ناجح، ده الفرق الى 3 نقاط. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه تنجح في التسجيل، حبيبه حاتم ده الى نقطتين، ده الفرق الى نقطتين 33-31. الاهلي سجل باسكت في احداث كوارتر الثالث، اما نادي الجزيره سجل 4 نقاط. ميرال اشرف، فريده وائل في الدرايف واحد على واحد، فريده تروح توصل لكن لا تنجح في التسجيل، لما على طول مارادونا تبدا الهجمه. مارادونا تعمل معاه كده الكامباك نادي سلعوه، لكن في الاخير تطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيره. اوتسايد للجزيره، 7 دقائق 27 سنه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. اوتسايد للجزيره، استلم على طول رضوى سالم. رضوى في الوان ان وان، رضوى واحد على واحد، لازم حد يجي يغطي هنا، تروح رضوى في تراي على الباسكت ما تنجحش في التسجيل. فريده وائل على طول في الديفنسيف ريباوند، فريده في الاول زاوية سلم لميرال. ميرال في الوان ان وان تروح تصل ما تنجحش في التسجيل، تراي مره ثانيه لا تسجل ايضا. على طول تلم رنا علاء وتسلم لمارادونا. مارادونا لسه مارادونا معاه الكره. مارادونا سلم رضوى، سالم رضوى، لكن هنا في ايه؟ في صافره هنا وخطا شخصي على اعتقد اوفنسيف فاول على اوفنسيف فاول على رضوى سالم. اوفنسيف فاول على رضوى سالم. هل يستعين كوتش طارق خيري باحد السناتر كده او البوفيتات؟ وادي بيكو تراي على الباسكت كده حلوه، لكن في الاخير فينش مش قد كده. تستلم على طول نادين سلعوه. نادين لسه، نادين تقلب الملعب على طول لفريده، فريده في الاوبن شوت مع الثواني الاخيره لا تسجل. خديجه على طول المحترفه الامريكيه تلم على الديفنسيف ريباوند وتسلم لرضوى سالم. رضوى لمارادونا، ادي خديجه في الاوبن شوت لا تسجل. بيكو على طول في الديفنسيف ريباوند والفاست بريك. الفاست بريك لسه كان الاستوديو التحليلي بيتكلم عليه، وادي اولى نقاط الفاست بريك في احداث الكوارتر الثالث عن طريق نادين سلعوه واسيست من حبيبه بيكو. وسع الفارق مره ثانيه الاهلي الى 4 نقاط 35-31. مان تو مان النادي الاهلي، يقلب الملعب على طول ليه؟ عاليه عاليه الحبيبة حاتم، واحد على واحد حبيبه حاتم في الدرايف من البيز لاين، وفاول على يعني فاول خطا شخصي على فريده وائل.
يعني اللي انا شايفه دلوقتي سايد ستيبس، يعني انا شايف سايد ستيبس، يعني مفيش حاجه تستدعي الفاول. لكن عامه خلينا في المباراه، 14 ثانيه جديده، باك لياب من حبيبي حاتم، نادين سلعوه على طول في الديفنسيف ريباوند، الفاست بريك نادين، نادين في الوان ان وان، سلم لميرال، ميرال في البيز لاين لنادين مره ثانيه، نادين اوبن شوت، نادين لا تسجل، حبيبي حاتم على طول ديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه حبيبه، تبحث عن من؟ تبحث عن رنا علاء. رنا لسه معاها الكوره، لكن هنا خمس ثواني، قرار صحيح وجود ديفنس من حبيبه بيكو. قرار صحيح، خمس ثواني كان لازم اللعيب على طول يلعب. ادي هنا كابتن منى علي في الخلفيه، هنا هتصفر حالا بالخمس ثواني، خمس ثواني قرار صحيح من كابتن منى. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ثريا محمد كيلوباترا، يعني سلامات وان شاء الله تعودي الى ارض الملعب مره اخرى تمتعين كعادتك. اوتسايد للنادي الاهلي. حبيبه بيكو في بدايه الهجمه في السيت بلاي، الهاند اوف على طول مع فريده وائل بالسكرين، علت الكوره لنادين سلعوه، نادين تلف وترتكز الكيك اوت عند تماره، تماره في الاوبن شوت، تماره لا تسجل على طول، فريده وائل حصل الكوره على طول قبل الباك زون، فريده لنادين، نادين درايف رائع، نادين بيمنها، نادين توصل، تصل لكن لا تنجح، سكند شانس ثاني عند تماره والكيك اوت عند ميرال، لكن ميرال في الاوبن شوت لا تسجل، مارادونا على طول ديفنسيف ريباوند تنجح في الحصول عليها، تبدا السيت بلاي. بص كده الكوتش عمرو تقول له هنلعب ايه، اربع دقائق 55 سنه متوقعه على نهايه احداث الكوارتر الثالث. بيك اند رول مع حبيبي حاتم، رضوى سالم، سالم على طول رنا علاء، رنا راحت، رنا وصلت لا تسجل على طول، نادين سلعوه تنجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند، الاول زاوية عند فريده وائل، فريده وائل في الوان ان وان تنجح في الحصول على فاول وخطا شخصي من خديجه لاعبه نادي الجزيره بتو شوتس لصالح فريده وائل. تو شوتس ورميتين حرتين لفريده وائل على الفري ثرو الاول، فريده تنجح في التسجيل، فريده تسع الفارق الى خمس نقاط لصالح ملكات النادي الاهلي. فريده وائل والفري ثرو الثاني تنجح ايضا في التسجيل. دكه بدلاء النادي الاهلي، من تو من النادي الاهلي، ضغط على مارادونا، لسه مارادونا، سلم لخديجه تحت الباسكت، لكن هنا في ايه؟ هنا اوفنسيف فاول تاني على رضوى سالم، تنجح على طول فريده وائل في الحفاظ على البوزيشن وتاخد معاها السبور الاوفنسيف فاول وخطا مهاجم والاوتسايد والحيازه لصالح النادي الاهلي. هنا الاعاده والاوتسايد. البيز لاين عند فريده وائل لبيكو، بيكو لسه حبيبه بيكو تاخد السكرين من تماره، حبيبه عايزه تعدي تسلم في البيز لاين لفريده وائل، فريده في الدرايف 1 ان 1 اطعلها نادين سلعوه، الاسيست مفيش اروع من كده، باسكت مفيش اجمل من كده، تنجح على طول نادين سلعوه في ترجمه هذا الى 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، تسع الفارق الى 8 نقاط. عدت مارادونا في الباك بيفوت، الكيك اوت عند رضوى سالم، رضوى في ال 1 ان 1، رضوى تعمل ستين نادين سلعوه، الفاص بريك سريع عند فريده وائل، فريده راحت بالدرايف 1 ان 1 لكن ما بتنجحش في التسجيل، تعمل لها بلوك كده من حبيبه حاتم، بتستلم مارادونا، مارادونا 1 ان 1 راحت لكن اتقطع على طول وتعمل ستيل، وادي هنا في ايه؟ في فاول وخطا شخصي على مارادونا او عليا خالد. ادي هنا التراي، الباص هنا ولا اروع من فريده وائل واطعلها، ما فيش اجمل من كده كات لصالح النادي الاهلي. نادين سلعوه الفاول الاخير، هنشوف بس ايه اللي حصل، فاول على مارادونا، عليا خالد خطا شخصي، نشوفها مره ثانيه هنا، هنا عليا لما وقعت ارتكبت الفاول، قطعت منها الكره ميرال اشرف، زقت حبيبه بيكو كده بفاول وخطا شخصي. شكرا للاعاده، شكرا لمخرجينا وزمايلنا في القناه. ثمان نقاط هو الفارق، 39 31 لصالح ملكات النادي الاهلي. ثلاث دقائق 34 ثانية، ثلاث أخطاء هنا، ثلاث أخطاء هنا. حبيبة بيكو المان تو مان في نادي الجزيرة، بيكو استعمل بيك اند رول
سلمت على طول لفريده وائل، فريده لحبيبه بيكو، اوبن شوت حبيبه المره دي تروح وتشوط لكن لا تسجل، ديفنسيف اوفنسيف ريباوند من عند نادين سلعوه رائع، سلم في البيز لاين لفريده وائل، اوبن شوت فريده لا تسجل، رضوى سالم على الديفنسيف ريباوند والمتابعات الدفاعيه، سلم لرنا، رنا السكيب باص عند حبيبه حاتم، حبيبه في البيز لاين لفاطمه هاني، فاطمه راحت وصلت سلمت لخديجه، خديجه تراعي على الباسكت لكن ذكاء رائع من لاعبة النادي الاهلي وراحت تمارا نادر السيد زقت الكره كده وراحت وصلتها لميرال، ميرال تنجح في الحصول على فاول وخطا شخصي لصالح النادي الاهلي، لكن لعبه من بدايتها تراي من خديجه لقت تمارا نادر انها مش هتقدر تاخد الكره زقتها لنادين سلعوه اللي سلمت على طول اللي بتجري ميرال اشرف اللي نجحت انها تاخد فاول وخطا شخصي على رنا علاء. تو شوتس ورا 200 حرتين والفري ثرو الاول تنجح في تسجيله ميرال اشرف. توسع الفارق الى 9 نقاط 40-31. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لميرال اشرف تنجح ايضا في التسجيل. 10 نقاط هو الفارق لصالح ملكات النادي الاهلي. رنا علاء عدت رنا والدبل تيم تعمل للسيل على طول ميرال واحده من نجمات النادي الاهلي في الاول زاويه راحت وصلت نجحت سجلت نقطتين كمان 2 بوينت جديده توسع بيهم الفارق ميرال اشرف الى 43-31. تايم اوت تطلبه كوتش عمرو عاصم، تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش عمرو عاصم. كيفيه الخروج من البريس ومحاوله الهروب من الترابات اللي بيعملها النادي الاهلي ده كان ملخص كلام كوتش عمرو عاصم. اما ملخص كلام كوتش طارق خيري هو الاستمرار على الدفاعات، التحقيق الثغرات يعني غلق الثغرات اللي موجوده سواء كانت من لاعبه المحترفه خديجه الكات بتاعها انها ما تقطعش فاضيه، كل هذا الكلام السويتشات. قال جملة قال احنا شبه بعض، كابتن طارق منزل 4 بلغة الباسكت كده قصيرين عشان يقدر يسرع الملعب سواء دفاعيا او هجوميا، لكن خلينا مع بداية احداث انتهاء التايم اوت. حبيبة حاتم تسلم نسمع لسه بالهاند اوف نسمع مع رنا علاء اخر 5 ثواني في زمن الهجمة. خديجة تقف على الاوبن شوت تشوت لا تسجل، تراي كده من النادي الاهلي لكن الاوفنسيف ريباوند عند حبيبه والستيل حاضر على طول من فريده وائل، تسلم لبيكو وتهدى بملعبها. الخماسي يستطيع الجري يستطيع الضغط بسرعه والعوده بسرعه. ميرال اشرف اوبن شوت لا تسجل للمره الثانيه من نفس المنطقه، ميرال حظها وحش. سلم على طول رنا علاء 12 نقطه هو الفارق. نسمه ماجد تحت الباسكت ستيل حاضر على طول من حبيبه بيكو، ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه السرعه في الانتقال او الترانزيشن من الاوفنس من الديفنس للاوفنس. وادي ايربول بثري بوينت دخلها على طول ميرال اشرف لنادين لف وترتكز والكيك اوت عند تماره لحبيبه بيكو مره ثانيه تهدى بالملعب في السد بلاي. نادين سلعوه الفيك تروح بالفيدوي تشوط تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادين سلعوه، توسع الفارق الى 45-31. 14 نقطة هو الفارق لصالح النادي الأهلي. فاول خطأ شخصي على فريدة وائل. ادي الباسكت الأخير نادين سلعوه لفت حلوة قوي. السبين موف وز شوت
وادي دينا عمرو عوده الى الملعب مره ثانيه، اعتقد هتبقى مكان فريده وائل. فعلا فريده وائل هي اللي خرجت، لازال النادي الاهلي يضغط في بدايه احداث من منذ بدايه احداث الكوارتر الثالث. اخر دقيقه 24 سنه متبقيه في عمر احداث كوارتر ثالث، تقدم النادي الاهلي 45-31. بدايه الهجمه النادي الجزيره عن طريق حبيبه حاتم، حبيبه سلم على طول لفاطمه هاني، خديجه ضغط من النادي الاهلي لجنى وائل لسه نازل على اوبن شوت، شاطت لا تسجل، ديفنسيف ريباوند ولا اروع من فريق النادي الاهلي، كل على الاطلاق على طول. نادين سلعوه سلم لمرال اشرف، مرال في درايف من البيز لاين، مرال راحت وصلت باك ليب رائع تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لمرال اشرف اللي بتوسع الفرق مره ثانيه 47-31. حبيبه حاتم لسه حبيبه 1 ان 1 حبيبه سلم على طول لنسمه، نسمه في الدرايف واحد على واحد تروح تصل تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الجزيره. ده فارق ال 14 نقطه مره اخرى 33-47 اخر الثواني في عمره احداث كوارتر ثالث. نادين سلعوه درايف رائع بشمالها ولا اروع ولا اجمل ولا احلى تنجح نادين سلعوه في اضافه نقطتين كمان توسع الفارق مره ثانيه الى 16 نقطه عفوا. حبيبه حاتم لسه حبيبه تمتلك الكره، سلم لخديجه تحت الباسكت لنسمه، نسمه في الون ان وان اتعمل عليها تراب طلعت الكيك اوت في البيز لاين بالاكسترا باص لفاطمه هاني، فاطمه لسه فاطمه الضغط رائع ديفنسات ولا اروع تنجح على طول نادي الاهلي انه ياخد ينهي معها احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي 43-33 49 الاهلي 33 الجزيره. انتهى احداث الكوارتر الثالث، دقيقتين هي زمن الراحه المقرره ما بين احداث الثالث والرابع، ونعود اليكم سريعا باذن الله. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفتره الرابعه والكوارتر الرابع والفصل الاخير في نهائي بطوله المنطقه موسم 23-24. احداث كوارتر اول انتهت، الجزيره تقدم على النادي الاهلي 16-13. الكوارتر الثاني تقدم النادي الاهلي على الجزيره بنتيجه 31-27. اما كوارتر ثالث ولا اروع دفاعيا هجوميا من لاعبات النادي الاهلي بقياده الكوتش طارق خيري 49-33. استطاع النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث تسجيل 18 نقطه، اما نادي الجزيره سجل 6 نقاط فقط. التعليمات الاخيره للكوتش عمرو عاصم والكوتش طارق خيري. ما يخطى البريشر هنا مان تو مان، بيطلع مان تو مان وات ايفر شكله ايه. اوكي احنا طالعين الكوره بقى عندنا هنا سي دلوقتي عاليه. ايه اللي بيحصل؟ عاليه لما تاخد التريبل هنا ايه اللي بيحصل؟ دي بتجري معاك. فاهمين؟ طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز حاجتين، انا بعمل تريبل وعارف ان في حاجه. لازلنا مع التعليمات وبدايه احداث الكوارتر الرابع، هل سيستمر الكوتش طارق خيري على نفس النهج في احداث الكوارتر الثالث الضغط بخمس لعيبه سراء دفاعيا وهجوميا يجروا على الفص بيك يقدروا يعملوا الترانزيشن من الديفنس للاوفنس او من الاوفنس للديفنس، التحول الهجومي الدفاعي او التحول الدفاعي الهجومي، ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن اعتقد ان نفس الخماسي اللي انهى بيه كوتش طارق خيري احداث الكوارتر الثالث هو اللي هيبدا بيه الكوارتر الرابع. ودي ما تنزلش ودي ما تجيش ودي ما تروحش. ميرال اشرف، تمارا نادر، دينا عمرو، نادين سلعوه، حبيبه بيكو زي ما قلت لحضراتكم، ده الخماسي اللي انهى بيه كوتش طارق خيري احداث الكوارتر الثالث بيبدا بيه احداث الكوارتر الرابع. كيفيه مواجهه هذا الدفاع من كوتش عمرو عاصم ده اللي بيلقيه دلوقتي بتعليماته للاعباته قبل بدايه احداث الكوارتر الرابع. نسمه وخديجه ومارادونا وخديجه عثمان وحبيبه حاتم، الخماسي اللي هيبدا بيه كوتش عمرو عاصم
احداث الكوارتر الرابع. بدايه احداث الكوارتر الرابع والحيازه لبنات النادي الاهلي. نادين سلعوه مان تو مان نادي الجزيره. الكيك اوت لبيكو. تمرة نادر في الاوبن شوت على 3 بوينت لا تسجل. مارادونا على طول في الديفنسيف ريباوند. تبدا مارادونا مان تو مان لازال النادي الاهلي. ضغط السكيب باس على طول لحبيبه حاتم من مارادونا. حبيبه درايف واحد على واحد تصل لكن في الاخير فاول خطا شخصي على نادين سلعوه. خطا شخصي وفاول على نادين السلعوه. تو شوتس ورميتين حرتين. حبيبه حاتم على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل 49 34 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه ينجح ايضا في التسجيل حبيبه حاتم. يضغط نادي الجزيره تعدى على طول لاعبات النادي الاهلي. نادين سلعوه تسلم المرال باصات سريعه عند تمره نادر في البيز لاين لدينا عمرو. دينا الزون ديفنس 2 3 نادي الجزيره. بيكو لس لسلعاوي. سلعاوي 1 اون 1 سلعاوي في الباك لاب سلعاوي لكن لا تسجل. تحاول مع تراي مره ثانيه لكن في الاخير حبيبه حاتم ترجح في الستيل وتروح وتعدي حبيبه في الاول زاويه. لسه حبيبه معاها الكوره. ضغط من النادي الاهلي تصفر عن ايه؟ تصفر عن باك زون. دفاعات قويه من النادي الاهلي والاهلاويه. كوتش عمرو بيعترض بيقول هي لعيبه النادي الاهلي لمستها. نشوفها مره ثانيه. تضغط عليها هنا حبيبه بيكو. ضغطت عليها زقت الكوره. الحيازه للنادي الاهلي. قرار صحيح. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو هتطلع وتسلم لميرال اشرف. ميرال في بدايه الهجمه. ميرال لسه ميرال بتطول رقبتها نسمه. راحت ميرال في ال1 ان 1 وصلت ميرال لكن لا تسجل على طول. تلم خديجه عثمان تسلم لمارادونا. مارادونا لخديجه المحترفه الامريكيه. خديجه لخديجه عثمان تحت الباسكت في ال1 ان 1 الكيك اوت عند نسمه. نسمه في الاوبن شوت شاطت لكن اير بول واوت سايد لصالح النادي الاهلي. 8 دقائق 49 سنه متبقيه على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه. رضوى محمد لاعيبه النادي الاهلي تجري التسخين 2 2 1 زون بريس فول كورت على النادي الاهلي. عدى النادي الاهلي قبل 8 ثواني حبيبه بيكو في بدايه الهجمه. الهاند اوف على طول من تماره لدينا. هاند اوف مره ثانيه عايزه تعمل كده الباك دور لكن كانت يعني حبيبه حاتم مطوله رقبتها بصرامه شديده. ترن اوفر وباد باص على النادي الاهلي واوتسايد لصالح الجزيره. ضغط لا زال النادي الاهلي. مارادونا عدت لسه مارادونا. نزلها الكوتش عمرو عاصم عشان يقدر يحسم او يقدر يعدي من هذا الضغط. اوبن شوت لمارادونا اللي بتحاول مره ثانيه وبتدخل الكره لخديجه عثمان. خديجه تطلع لمارادونا تقلب الملعب على طول. مارادونا في السكيب باس لحبيبه حاتم في الاوبن شوت. حبيبه لا تسجل على طول. تلم تمره نادر وتسلم لحبيبه بيكو. يدينا شويه في الفاست بريك. سلم الكره على طول لميرال. لسه ميرال هتلعب واحد على واحد. عدت في الميدل راحت طلعت الكيك اوت لدينا. دينا في الاكسترا باص لنادين. نادين في الاوبن شوت. نادين لا تسجل. تلم على طول حبيبه حاتم. لونج باص على طول وفاست بريك لخديجه. خديجه لا تسجل ايضا على طول. الديفنسيف ريباوند حاضر عند نادين سلعوه لميرال اشرف لكن في الاخير نشوف ايه اللي حصل والصفيره على مين. اعتقد مش عارف اوتسايد لصالح النادي الاهلي. فاول اوتسايد على حبيبه. شكرا لمخرجنا في الاعاده. شكرا لزمايلنا في قناه النادي الاهلي. رضوى محمد بدل حبيبه بيكو اللي ادت اداء رائع في الكوارتر الثالث. هندف على طول من تماره للنادين لدينا. دينا في الاوبن شوت. دينا عمرو تنجح في تسجيل ثلاث نقاط. اولى ثلاثيات دينا عمرو واولى نقاط احداث الكوارتر الرابع لملكات النادي الاهلي. دينا عمرو تفتتح بهم احداث الكوارتر الرابع 52 35 توسع الفارق مره ثانيه لصالح ملكات النادي الاهلي. خديجه خديجه عدت خديجه لكن رضوى مش سايباها قفلها البيز لاين كويس قوي. دفاع قوي جدا لكن هنا في فاول وخطا شخصي. هنشوف الفاول على مين. اعتقد الفاول على نادين ميرال اشرف رقم اربعه.
سبع دقائق ست ثواني متبقية على نهاية أحداث الكوارت الرابع والمباراة. أوتسايد للجزيرة، درب الجزيرة نهاية منطقة القاهرة موسم 23-24، حامل اللقب إن شاء الله للموسم الثالث على التوالي هيكون النادي الأهلي إن شاء الله. مارادونا تقلب الملعب على طول لحبيبة، حبيبة بسكرينات والسويتشات بتؤدى بضوء بطريقة جميلة. وادي اوبن شوت في الثواني الأخيرة، نسمة في الديفنسيف والأوفنسيف ريباوند، لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على مارادونا. بذكاء شديد تنجح دينا عمرو الكابيتانو في التحجيز والوصول إلى الكرة وتنجح إنها تاخد فاول وخطأ شخصي على علياء خالد الشهيرة بمارادونا. أوتسايد لصالح النادي. مرال أشرف تعليمات كده من كوتش أو كابتن طارق خيري. توب سكورر أحداث هذه المباراة حتى هذه اللحظات تنافس ما بين مرال أشرف ونادين سلعوة. مرال أشرف 15 نقطة، نادين سلعوة 19 نقطة. أما التوب سكورر في نادي الجزيرة هو حبيب حاتم بتسع نقاط. تعود إلى أرض الملعب مرة تانية رنا علاء، بداية الهجمة عند النادي الأهلي. استلم مرال أشرف، مرال لا طريق فاضي، راحت في الوان وان، مرال نجحت في الحصول على فاول وخطأ شخصي لصالح مرال أشرف برميتين حرتين. تو شوتس لمرال أشرف، استنوها هنا على أساس إنها تعمل هاند أوف لكن قدرت تخضع الجميع. وصلت نسمة متأخرة ما لقتش غير إنها تعمل فاول عشان تمنع الباسكت. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح مرال أشرف. مرال رمية حرة أولى وفري ثرو أول ناجح لمرال أشرف. 16 نقطة مرال. مرال فري ثرو تاني تنجح أيضا في التسجيل. وسع الفارق 53-35 لصالح النادي الأهلي. عدت رنا علاء بالسكرين مع نسبة، تقلب الملعب على طول لخديجة، خديجة خديجة في الوان ان وان. تراب موجود، اتعمل عليها تراب، سلمت على طول لكن للسيل حاضر عند مرال. مرال بالفاست بريك دينا عمرو نجحت في تسجيل نقطتين. دينا عمرو بفاست بريك ولا اروع لصالح النادي الاهلي. نشوفها مره ثانيه، ادي دينا عمرو والفينش على الباسكت والتايم اوت لصالح كوتش عمرو عاصم المدير الفني لنادي الجزيره. 56-35، ست دقائق تسع ثواني متبقيه على نهايه احداث الفتره الرابعه والكارت الرابع والمباراه. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا تاني بعد انتهاء احداث التايم اوت اللي طلبه الكوتش عمرو عاصم. تقدم النادي الاهلي ب 56-35، متبقي ست دقائق تسع ثواني على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه. تمارا نادر، نادين سلعوه، ريم ميرال اشرف، دينا عمرو و رضوى محمد ديفنس من النادي الاهلي بريسفول كورت مان تو مان. حبيب حاتم عدت قبل الثمان ثواني تتولى رقابتها على طول. دينا عمرو السويتش هنا تستلمها ميرال اشرف، لسه حبيبه استلمت على طول خديجه في البيز لاين، خديجه على الاوبن شوت ميديم شوت لكن لا تسجل. دينا عمرو في الديفنسيف ريباوند تسلم لرضوى محمد، رضوى محمد في السيت بلاي تبدا الهجمه. رضوى مان تو مان نادي الجزيره، استلم ميرال، ميرال بالهاند اوف مع دينا، دينا وهاند اوف مره ثانيه مع نادين، جالها سكرين على طول من تمارا، لسه دينا، دينا الكيك اوت عند ميرال اشرف، ميرال تهوش وتطلع كيك اوت الاكسترا باص عند نادين، نادين في الاوبن شوت، نادين ولا اروع ولا اجمل هجمه نموذجيه تنجح نادين في ختامها بثلاثيه رائعه ثلاث نقاط كمان، توسع الفارق الى 59
35. كوارتر اول وثاني قد لا يكون على المستوى المطلوب، لكن الثالث والرابع اداء ولا اروع من ملكات النادي الاهلي. ضن علاء باللعب شمال لكن لا تنجح، الكره عند مين؟ الكره هنا هنشوفها مره ثانيه. ادي الاكسترا باص، شكرا لمخرجنا على الاعاده. وادي نادين، وادي الاوبن شوت، هجمه نموذجيه. اوتسايد للجزيره، اعتقد في تغيير، تمارا نادر هتخرج وهتنزل يا رسامه مره ثانيه. ضغط من النادي الاهلي، تستلم حبيبي حاتم، حبيبه 1 ان 1 حبيبه تعملها سكرين نسمع، لكن حبيبه راحت وصلت وبلوك، وما فيش اروع من كده بعد اولى، اول ما نزلت على طول تعمل بلوك رائع يا رسامه، راحت في الكفرنج كويس قوي، والتغطيه الدفاعيه وبشمالها بعيد كده عن البادي كونتاكت تنجح في البلوك، لكن كان معاها صفره انتهاء زمن ال 24 ثانيه وال 24 سكند ايفالويشن. الكره في حيز النادي الاهلي، سكرين نادي سرعاوه، نادين في الدرايف واحد على واحد، الكيك اوت عند ميرال، ميرال في الاوبن شوت، ميرال ثلاثيه رائعه الثانيه تنجح في تسجيلها، ميرال اشرف بعد ثلاثيه نادين سرعاوه توسع الفارق الى 35 الجزيره 62 النادي الاهلي. اربع دقائق ونص متوقعه على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه، ستيل حاضر على طول من ميرال اشرف، فاست بريك اول مره اشوف فاست بريك 4-0، فاست بريك روعه تنجح في تسجيله ميرال اشرف بالاول ذا واي توسع الفارق مره ثانيه الى 64-35. ادي الثلاثيه لميرال، خمس نقاط في هجمتين ميرال اشرف. السيستم من نادين سلعوه تنجح في تسجيل ثلاث نقاط وتعمل معاها الستيل في الدفاعات وتروح في الاول ذا واي وتسجل نقطتين، خمس نقاط لميرال اشرف في هجمتين. تايم اوت يطلبه الكوتش عمرو عاصم، تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد. وادي الاعاده الاخيره، قلت لكم اول مره اشوف فاست بريك 4-0، اربعه من الاهلي رايحين لوحدهم خالص. تعالوا نسمع التعليمات ونستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه الكوتش عمرو عاصم، 64-35 لصالح ملكات النادي الاهلي، ما زال النادي الاهلي في مرحله الضغط، البريس فول كورت زي ما قال ضيوفنا الكرام كابتن سرعاوي وكابتن طاهر رجب، البريس ثم الفاست بريك، ده كان عنوان كوارتر ثالث ورابع اللي وسع بيه الفارق النادي الاهلي عن نادي الجزيره. رانا علاء في بداية الهجمة في السيت بلاي، 10 ثواني متوقعة على زمن الهجمة، رانا تقلب الملعب على طول لجنى وائل، جنى 1 ان 1، جنى راحت وصلت لكن هنا لا تنجح في التسجيل، تلم على طول يا رسامة وتسلم بدورها لنادين سلعاوة في البيز لاين مستنياها ميرال أشرف، ميرال 3 بوينت اوبن شوت لا تسجل، تخبط في ايد يا رسامة وتطلع اوتسايد لصالح نادي الجزيرة. اوتسايد نادي الجزيرة في بدايه الهجمه، رنا علاء من تمان لا زال النادي الاهلي، انا هتحط على الاستعداد للدخول الى اجواء المباراه، واحده من المساعدات من 18 سنه هي وجودي الجوهري. رنا علاء 1 ان 1 السكيب باس على طول عن جنى وائل في الاوبن شوت، جنى 3 بوينت لا تسجل، رضوى محمد على طول حاضره في الديفنسيف باوند، اللونج باس عند نادي عند دينا عمرو، دينا لنادين، نادين في الاوبن شوت، نادين سلعوه لا تسجل، جنى وائل على طول في الديفنسيف باوند او المتابعات الدفاعيه، جنى يعمل الستيل على طول، نادين نادين في الاول زاوية، نادين واحد على واحد تصل في الفاست بريك وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح نادي الاهلي، 66-35 31 نقطة على فارق لصالح
ملكات النادي الاهلي. خديجه سلم على طول جنى وائل. جنى لكن عمل التيرن اوفر كده وبات باص والستيل حاضر عند ميرال اشرف. ميرال 3 على 2 طلع الكيك اوت لرضوى. رضوى في الاوبن شوت. رضوى على 3 بوينت لا تسجل. حاول معاها كده دينا عمرو لكن رنا علاء تلم ديفنسيف ريباوند وتسلم على طول لكن هنا ستيل وتيرن اوفر على نادي الجزيره. اوبن شوت من دينا عمرو تلم على طول للاوفنسيف ريباوند والمتابعه الهجوميه عن طريق رضوى محمد. رضوى سكرين مع يارا سامع. رضوى لسه رضوى البيك اند رول مع رضوى مع يارا. يارا تنجح بشمالها في تسجيل نقطتين 68 الاهلي 35 نادي الجزيره. دينا عمرو شايف دينا عمرو وقع على الارض. جنى وائل تقلب الملعب على طول لملك حاتم لسه نازله تنجح ما لا تسجل. ديفنسيف ريباوند على طول من لاعبات النادي الاهلي. قامت دينا عمرو الحمد لله. رضوى محمد هاند اوف مع دينا. لسه دينا طلبت سكرين يارا سما راحت لها هوش حلو قوي وبيك اند رول مع يارا سما. يارا راحت لكن هنا الاوتسايد لصالح نادي الجزيره. هذا الستيل من نادين سرعاوه. وادي الفاست بريك وتسجيل نقطتين. خرجت ميرال اشرف واحده من نجوم اللقاء هي ونادين سرعاوه. الاوتسايد للجزيره. رنا علاء الكيك اوت عند جنى. جنى لسه البيك اند رول مع ملك حاتم. ملك لكن لسه نزلت هنا هتحط مكان ميرال اشرف وادي هنا الحيازه هنشوف لمين. هنا هتحط تمسك الكوره اخر دقيقه 22 ثانيه متبقيه 8 اجزاء من الثانيه على زمن الهجمه. جنى وائل هتطلع الاوت. خلاص اكلينيكيا فنيا المباراه انتهت لصالح النادي الاهلي. دقيقه 19 ثانيه تبقى فقط دقيقه 19 ثانيه على نهايه احداث المباراه. تفوق النادي الاهلي ب 68 35. رضوى محمد زي ما قلت لحضراتكم هنا هتحوط شركه بدلا من ميرال اشرف. رضوى بالسكرين. رضوى عدت عكس السكرين راحت وقفت ارتكزت الكيك اوت عند دينا عمرو. دينا في الاوبن شوت دينا لكن لا تسجل. يا رسامه اوفنسيف ريباوند رائع بشمالها لا تسجل. تراي مره ثانيه من دينا عمرو لكن لا تنجح في التسجيل. رنا علاء على طول تلم وتطلع ليه خديجه تقلب على طول. جنى وائل اوبن شوت جنى لكن اير بول. حاول معاك كده ملك حاتم لكن في الاخير اوت سايد لصالح نادي الاهلي. تمر نادر ايضا تعود الى ارض الملعب 32 ثانيه متبقيه على نهاية أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. رضوى محمد لسه تسيطر على الكرة. رضوى 1 ان 1 رضوى راحت بشمالها ليب تنجح في تسجيل نقطتين في آخر 25 ثانية متبقية في أحداث وعمر زمن الكوارتر الرابع والمباراة. عدت على طول جنى وائل. جنى لسه جنى في الأول زاوية. جنى راحت وصلت لكن بيتم اعتراضها بفاول وخطأ شخصي على رضوى محمد بتو شوتس لصالح جنى وائل. رميتين حرتين وتو شوتس. مبروك طبعا النادي الاهلي 70 35. فري ثرو اول غير ناجح وفري ثرو ثاني لجنى وائل غير ناجح ايضا لكن هنا في خطا على هنا حتخوت. في خطا على هنا هتحوط رقم 22. هدول يدي وتسيب ده عشان مانعينه من الصاله. ده الخطا مش على هنا هتحوط. الخطا على حبيبه حاتم رقم 2. خطا فاول على حبيبه حاتم. خليهم في ايدك. هيضغط نادي الجزيره. اخر الثواني في عمر وزمن المباراه. رضوى محمد تعدي خلاص ارتضى الفريقين بالنتيجه. واللقاء كده انتهى بنتيجة 70 النادي الأهلي 35 نادي
جزيلة. مبروك لكتيبة وملكات النادي الأهلي الفوز والحصول والحفاظ على بطولة المنطقة للعام الثالث على التوالي بقيادة الكوتش طارق خيري. حظ أوفر لنادي الجزيرة، اللاعبات أدينا مباراة أو كوارتر ثالث ورابع أكثر من رائع، نموذجي يحسب لهم في العودة والارتفاع بالفارق. انتهت أحداث كوارتر أول، تقدم الجزيرة على الأهلي 16-13، ثم تقدم النادي الأهلي في الكوارتر الثاني 31-27، تقدم النادي الأهلي في الكوارتر الثالث 49-33، وفي الأخير نهاية المباراة بنتيجة 70-35. مبروك مرة تانية وثالثة ورابعة للكوتش طارق خيري، لملكات النادي الأهلي، لجمهور النادي الأهلي، لمجلس إدارة النادي الأهلي الفوز ببطولة المنطقة 2023-2024. حظ أوفر لنادي الجزيرة والكوتش عمرو عاصم. أعزائي المشاهدين، الآن سنعود سريعا إلى الاستوديو التحليلي بقيادة كابتن هيثم السعيد. مبروك كابتن هيثم، مبروك كابتن محمد طاهر رجب، مبروك كابتن سلعوة. الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد، إليك الميكروفون.